السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في قناة حكايات. قصتنا اليوم بعنوان مغامرات روبنسون كروزو، أرجو أن تنال إعجابكم. كانت ولادتي في عام 1632 بمدينة يورك التي اتخذها أبي موطنا ثانيا له بعد أن كسب من التجارة مكاسبا طائلة وجنى ثروة عظيمة كفلت له عيشة راضية. وكانت أسرتنا مؤلفة من والدي الشيخ وأمي العجوز وثلاثة أبناء، كنت أنا أصغرهم سنا. وقد قتل شقيقي الأكبر في معركة حربية، وسافر الشقيق الأوسط إلى حيث لا ندري، فانقطعت أخباره ولم نعلم عنه بعد ذلك شيئا. وعني أبي عناية كبيرة بتعليمي، وأنشأني أحسن تنشئة، وزودني بكثير من نصائحه الثمينة، واختار لي أن أتفقه في القانون، ولكنني كنت شديد الزهد في درسه، وكانت نفسي منصرفة عن ذلك كله، فقد كانت لدي أمنية وحيدة طالما تمنيتها، ورغبة شديدة طالما وددت تحقيقها، فقد شغفت بالسياحة وركوب البحار، وتملك علي حب السفر كل نفسي، فلم أصغي إلى نصيحة أبي ورجاء أمي وإلحاح أقاربي حتى يئسوا من هدايتي لما رأوا من عنادي وإصراري. وكان أبي شيخا مجربا حكيما، وكنت أحبه وأجله. وذات صباح دعاني إلى غرفته، وكان الشلل قد أعجزه عن المشي، وقال لي وقد بدت على وجهه أمارات الغيظ والألم: أي رغبة مجنونة تدفعك إلى مغادرتنا وتبغض إليك البقاء معنا؟ وماذا يجرك من حياة هنية وعيشة راضية في بيت نشأت فيه ووطن ألفته وأحببته؟ وما بالك تؤثر الشقاء على الراحة وتعرض نفسك لأخطار البحر ومتاعب السفر؟ لقد يسر الله لك سبيل السعادة وهيأ لك عيشة راضية، فما أجدرك أن ترضى بما قسم الله لك وتحمده على هذه النعمة التي اختصك بها؟ واعلم أنك إذا أصررت على عنادك وأبيت إلا تحقيق رغبتك المجنونة في السفر، أغضبتني وأغضبت أمك، وأغضبت الله سبحانه وتعالى الذي أمرك بطاعة أبويك. وظل أبي يعنف في كلامه تارة ويلين تارة أخرى، ويضرب لي الأمثال، ولم يدع وسيلة من وسائل النصح إلا سلكها، ثم ختم حديثه قائلا: واذكر يا ولدي أنني فقدت شقيقك الأكبر الذي قتل في الحرب، وفقدت شقيقك الأوسط الذي أصر على السفر كما تصر عليه الآن، وقد انقطعت أخباره عنا إلى اليوم، فما نعلم أهو حي أم ميت. وأصبحت لنا بعد أخويك كل رجائنا وعزائنا، فإذا أصررت على عنادك وأبيت إلا السفر فلن يبارك الله لك، ولن تلقى في سفرك إلا العناء والشقاء. وقد كانت هذه الكلمة تكهنا صادقا ودعوة مستجابة، فقد شقيت بعنادي وإصراري شقاء لم يلقه أحد قبلي. وكان صوت أبي متهدجا ودموعه تنحدر من عينيه، وقد اشتد ألمه حين ذكر لي موت شقيقي الأكبر وانقطاع أخبار شقيقي الأوسط، وكان يتمثل لي حنانه وعطفه في كل كلمة ينطق بها، ولم يكن في وسعي أن أخالف له نصحا بعد ذلك، فوعدته بالعدول عن السفر، وعقدت عزمي على البقاء في وطني نزولا على حكمه وطاعة لأمره. وبعد زمن قليل عاودتني رغبة قاهرة في السفر وحنين شديد إلى ركوب البحر، فنسيت ما عاهدت أبي عليه وتحولت لذلك حيلة لم أوفق فيها. فقد رأيت دلائل الابتهاج بادية على وجه أمي ذات يوم، فوجدت في ذلك فرصة سانحة للإفضاء إليها برغبتي في السفر واستئذانها فيه، وتلطفت في شرح الأسباب التي تحفزني إلى السفر
لرؤية البلاد التي طالما سمعت عنها، وأظهرت لها أن هذه الرغبة قد ملأت نفسي، فلم أعد أصلح لأداء أي عمل آخر قبل أن أصفر بتحقيقها. وختمت حديثي معها قائلا: واعلمي يا أمي أنني إذا عجزت عن الظفر بهذا الإذن منك ومن أبي فإنني معتزم السفر من غير استئذان، ولا تنسي أنني قد بلغت 18 من عمري وأصبحت عاقلا رشيدا أملك أمري، على أني أرى الخير في أن يأذن لي أبي في السفر. وما سمعت أمي مني هذا الكلام حتى اشتد غضبها علي وقالت لي: من العبث أن تتمادى في إقناعنا بهذه الفكرة الطائشة التي لا تجر عليك إلا الوبال، ولن يسمح لك أبوك بأن تعرض نفسك للهلاك، وما أخبرت أبي بما اعتزمته حتى اشتد ألمه وغيظه وقال لي: يبدو لي أن الشقاء مقدرا لهذا الولد التاعس، وسيلقى في سفره من المصائب والأهوال ما لا يخطر له على بال، وسيعرف أن ما يحل به من النكبات هو عقاب عادل على مخالفته نصيحة أبويه، ولن يسمح لي ضميري أن أشركه في تسهيل أسباب شقائه. وما انقضى علي عام بعد ذلك حتى فررت من البيت وقد أزمعت السفر بعد أن عجزت عن الظفر برضاء أبوي، وكنت أعجب بتشبثهما ببقائي معهما، ولم أعلم حينئذ ما كان يخبئه لي القدر من مصائب وويلات. ساقتني المصادفات العجيبة ذات يوم إلى مدينة هل، ولم أكن أفكر حينئذ في السفر إليها، ولا خطر لي ذلك يومئذ على بال. ولقيت في طريقي أحد أصدقائي فحياني وحييته، ثم علمت من حديثه أنه على أهبة السفر إلى لندن، ودعاني إلى السفر معه في سفينة أبيه، فرأيتها فرصة نادرة لتحقيق أمنيتي دون أن يكلفني ذلك أجرا، وغلب علي حب البحر، ولم أحفل بإذن والدي لي في هذه الرحلة، ولم أقدر عواقب الأمور، وهكذا ركبت البحر، وإذا نسيت لا أنسى ذلك اليوم الذي أقدمت فيه على هذه المجازفة، فقد كان أشأم يوم في تاريخ حياتي، إذ كان فاتحة عهد الشقاء، ذلك اليوم هو أول سبتمبر عام 1651، وما كادت السفينة تمخر في عرض البحر، حتى رأيت الأمواج تصطخب وتعنف، ولم أكن ركبت البحر قبل هذا اليوم، فتملكني الخوف والفزع، وأحسست أن آخرتي قد حانت، وتمثلت لي نصائح والدي وأهلي، وذكرت كلمات أمي التي كانت تقولها لي والدموع متحدرة من أعينها، وأيقنت أن هذه العاصفة ليست إلا عقابا عادلا وجزاء وفاقا. واشتد هياج البحر واضطرابه، ورأيت العاصفة الهوجاء وهي تنذرنا بالهلاك بين لحظة وأخرى، وقد أوشك الموج أن يبتلعنا جميعا، وخيل إلي أن السفينة تهبط حتى تلمس قاع البحر، فلم أرى مناصا من الموت، ونظرت الله نذرا ألا أركب البحر ما حييت بعد هذه المرة إذا نجوت من الهلاك، ودعوت الله أن ينقذني لأعود إلى أبوي تائبا نادما على عصياني ومخالفتي، وأعاهدهما على أن أطيعهما في كل ما يأمران به. وفي اليوم التالي سكن الهواء وهدأ البحر، وبدأت أشعر أنني قد تعودته وألفته بعض الألفة، ولم يكن حينئذ قد تم شفائي من الدوار. ولما اقترب الليل وغربت الشمس وانقشعت السحب، ظهرت روعة البحر وجمال الطبيعة في تلك الليلة، وهب علينا في اليوم التالي نسيم خفيف، وأصبح البحر كالمرآة الصافية، وتجلت الطبيعة في أبهى حللها، ورأيت من جمال البحر في ذلك اليوم ما أنساني هياجه واضطرابه بالأمس، فنسيت ذلك النذر الذي نذرته لله، والعهد الذي قطعته على نفسي، وجاء إلي صديقي يربط كتفي ويقول: كيف تجدك الآن؟ شد ما روعك البحر يا صديقي،
وما كان أجدرك بالشجاعة فقد امتلأت نفسك خوفا ورعبا حين هبت علينا نسمة لطيفة من البحر. فقلت له متعجبا: كيف تسميها نسمة وهي عاصفة هوجاء مروعة؟ فقال لي: وكيف تسميها عاصفة؟ يا لك من ساذج، إنها نسمة خفيفة طالما ألفناها وهزئنا بها، فلا تجزع من أمثالها فأنت رجل، وما أجدر الرجل أن يكون شجاعا. وقد أنساني هدوء البحر وصفاؤه كل آلامي وأحزاني، وشغلني التأمل في جمال الطبيعة عن كل شيء. ولم ينقضي علي 7 أيام حتى اطمأنت نفسي إلى حياة البحر، ولم أعد أذكر أحدا من أهلي، ونسيت كل ما زودوني به من نصائح. وفي صباح اليوم 8 عنفت الريح واشتدت اشتدادا لا مثيل له، وبدا القلق والاضطراب على أسارير الملاحين، فأنزلوا أشرعة السفينة وتأهبوا لملاقات الخطر وجها لوجه. ولما جاء وقت الظهر اشتد هياج البحر ودب اليأس في نفوسنا جميعا، وسمعت ربان السفينة وقد كان مثالا للشجاعة والحزم وهو يناجي نفسه بصوت خافت: رحمة بنا يا إلهي، لقد هلكنا جميعا ولم يبق لنا ملجأ سواك. وامتلأت نفسي رعبا إذ رأيت الأمواج ترتفع كالجبال وتنقض علينا في كل لحظة، فيخيل إلينا أنها قد ابتلعتنا، ورأينا السفن القريبة منا تعاني مثل ما نعانيه، وقد غرقت سفينة كبيرة بالقرب منا. ومنتصف الليل حتى صاح أحد الملاحين يطلب من رفاقه النجدة والغوث، فقد ثقبت السفينة وأسرعنا إليه، فرأينا ثغرة يتدفق منها الماء، وتعاوننا جميعا على إخراج الماء من السفينة، وأطلقت إحدى السفن القريبة منا مدفعا إنذارا بالخطر وطلبا للنجدة، وقد أغمي علي من شدة الخوف ولم أفق من غشيتي إلا بعد زمن طويل. وأطلق رباننا مدفعا التماسا للنجدة، فدنت منا سفينة صغيرة لإنقاذنا وحملتنا إلى باخرة قريبة، ولم نستطع أن نصل إليها إلا بعد عناء شديد. وبعد دقائق قليلة رأينا سفينتنا وهي تغرق، ومضى علينا زمن طويل ونحن مستهدفون للخطر بين لحظة وأخرى، ولم نبلغ الشاطئ إلا بعد أن خارت قوانا ويئسنا من النجاة. ولقد كان جديرا بي بعد أن من الله علي بالسلامة من الغرق أن أفي بنذري وأعود إلى أهلي تائبا نادما على ما فرط مني، ولكن غرور الشباب حال بيني وبين تحقيق هذه الفكرة النبيلة، فقد تمثلت لي شماتة الناس بي وسخريتهم مني لما لحقني من النكبات في تلك الرحلة المشؤومة. وخيل إلي أنني إذا عدت إلى أهلي أصبحت سخرية للناس، وعز على نفسي أن أعترف بخطئي، وقد كلفني هذا الغرور ثمنا غاليا جدا، فقد دفعني العناد إلى اقتحام الأخطار وركوب البحار، ولقيت من المصائب ما لم يخطر لي على بال. فعزمت بعد أن سافرت إلى لندن على مرافقة جماعة من الملاحين في رحلتهم إلى شواطئ إفريقية، ولم أعلم ما يخبئه لي القدر من المتاعب والآلام. وفي الختام أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بالقصة، وإلى لقاء آخر ومغامرة جديدة، دمتم سالمين.